السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ إن شاء الله نكون تمام. معكم أخوكم عبد الله من قناة المقنع The Mask Man، واليوم رجعت لكم مقطع فيديو جديد جايب لكم فيه الحل لمشكلة ضياع الأيم، أو بالأصح ليش أيمك أيام يكون كويس وأيام يكون ضايع. طبعا معروف إنه في ناس يكون أيمها قوي وما تضيع ولا طلقة، أو نادر ما ندر تضيع طلقة مثل تيفي ونينجا طبعا، وأكيد وأنا أمزح أمزح يا شباب. طبعا الخبرة لها دور كبير في شغلة الايم، يعني اللي بلش يلعب على البي سي قبل أسبوع ما رح يكون ايمه زي الشخص اللي له سنين في عالم البي سي، ونفس الكلام ينطبق على الأشخاص اللي تلعب كونسل. أكيد كلكم أو أغلبكم مرت عليه أيام يكون ايمه قوي وأيام يكون الايم بيض، مع أنك محترف باللعبة لكن ايمك يضيع، وهذا الإشي له عدة أسباب. في سبب من الأسباب إنك تلعب بدون ما تحمي، يعني تخش أقيام بابلك بس بدون ما تحمي. تأكد دائما قبل ما تبدأ تلعب سولو أو سكواد أو بابلك أقيام بابلك إنك تدخل كرياتيف تحمي. طب يجي سؤال، كيف أنا بدي أحمي بالكرياتيف؟ طبعا كلنا نعرف إنه في كثير مابات بالكرياتيف تقدر تساعدك بهذا الإشي، وأنا راح أحط لكم بالوصف بعض من أكواد هاي المابات تقدر تخش عليها وتتدرب بالمابات هاي. طبعا انا الي شهر تقريبا يوميا لازم ادخل حمي من ساعة الى ساعتين، ادخل اتدرب ايديت واتدرب بناء، وبرضه ادخل مابات تقوي الايم. طبعا يوم عن يوم صراحة لعبي يتحسن، وكل ما منه لعبي قاعد يتحسن بزيادة. وبرضه يا شباب في شغلة مهمة جدا، تكتيكات البناء. تكتيكات البناء عامل كبير يخليك تحترف اللعبة. دائما حاول ابني بطريقة مميزة تميزك عن غيرك، لا تبني بنفس الطريقة اللي كل اللاعبين متعودين عليها، لأنه خصمك راح يتوقع منك انك تبني بهاي الطريقة وراح يقدر يجيبك. طبعا الكل يعرف انه بالسيزون التاسع تغيرت اللعبة كثير، و90 من اللاعبين او يمكن اغلبهم معرقين، فانت لازم تكون معرق زيهم. طبعا انا بعطيكم ماب راح يقوي الايم عندك بشكل كبير. الماب راح يكون كوده بالوصف، وراح اوريكم هسه بالمقطع لقطات من الماب ايش تقدر تسوي بالماب. بصراحه جدا الماب اسطوري وانا استفدت منه شخصيا كثير، متحسن بشكل كبير، فانصحكم يا شباب تدخلون على الماب وتبلشون تتدربون به، لانه فعلا راح تستفيدوا منه، راح يقوي الايم فعليا، راح يقوي الايم عندك مو بس كلام، لا فعليا راح يقوي الايم عندك. وبس يا شباب خليكم على المقطع انتو، انا هذا كان اللي عندي اليوم، اتمنى المقطع نال على اعجابكم. لا تنسى تدعمنا بزر اللايك والاشتراك بالقناة، وبس مع السلامة.